الشعب التونسي خلول راه مصلحتك في انك تتخلص من المجموعه هذه اللي تحكم فيك، لان المجموعه هذه اللي تحكم فيك راهي ماهيش قاعده تخدم مصلحتك. من الاول اللوطه من فوق اللوطه بما في ذلك رئيس الجمهوريه، منظومه ككل انت تشوف خطوه رئيس الجمهوريه، ورمي رئيس الجمهوريه عداء ومشى مشى لاولاد حومته، عيط لاولاد حومته وخلى ماني جيتكم فهمتني واحد شنو العمل فهمتني في علاقه بال بما جاري في البلاد فهمتني واحد عمل عاد شيء فهمتني واحد خطا رئيس دوله وبرا فهمتني واحد وقت اللي يتعلق الامر بشخصه هو يولي يقول انا ثم رئيس واحد في البلاد فهمتني وتولي عنده الصواريخ وتولي عنده معنا البطريات نتاع الواحد وقت اللي يتعلق الامر باش ياخذ موقف معناه في علاقه بالاحتياجات اللي قاعده جاريه في البلاد فهمتني يولي مش لهنا فهمتني بطبيعه الحال هو جزء من واحد جزء من منظومه كامله وزيد اكثر من ذلك هو جزء من منظومه اللي قاعد نهار كل يجبد في الغطاء ليه كل نهار نهار كامل هو يجبد في معناه في الامور اللي هو باش في نهايه المطاف ماذا به الامور تتغير بمعنى في الهمامي حزب العمال يطالب وينادي باسقاط المنظومه بما في ذلك رئيس الدوله. خلينا نرجع للموضوع، احنا كحزب واجبنا باش نقولوا للناس يا شعب راهو مصلحتكم اليوم بكل صراحه مصلحتكم اذا كانت تحبوا يكون عندكم امل باش توصلوا بالمجد تقضيوا على البطاله وبالمجد تقضيوا على الفقر والامكانيات متوفره ونحن بلاد عندنا برشا خيرات ورانا 12 مليون رانا حكايه فارغه فهمتني واحد ان بون جيستيون تاع الخيرات اللي عندنا تعيش مش 12 مليون تعيش 30 مليون راهو اذا كان تحبوا يكون عندكم امل باش تتخلصوا من البطاله ومن الفقر وباش ولادكم يقراوا بالكذا وباش معناها توسيل وسائل نقل باهيه وتكون عندكم بنيه اساسيه باهيه ومنظومه صحه باهيه ومنظومه سكن باهيه الى اخره الى اخره من المطالب نتاعكم والاحتياجات ومن المطامح نتاعكم راهو يلزمكم تتخلصوا من العقبه اللي منعتكم باش تحققوا الشيء هذا. شكون العقبه هذه؟ توا راهو بصوره مباشره الناس اللي شادين الحكم. والناس اللي شادين الحكم راهم يشدوا الحكم راهو مش باش يحققوا المطالب هذه، راهم باش يقضيوا امورهم، وهاكم قاعدين تشوفوا فيهم توجدت شويه شفافيه في البلاد تفضحوا، اللي جاي يتفضح بالسرقه نتاعهم، اللي جاي يتفضح معناها بالدوسيات نتاع الفساد نتاعهم. ولهذا نقولوا نحن للشعب التونسي راهو مصلحتكم الحقيقيه انكم الجماعه ذوما يلزمكم بعده باي اليه جيلان الهمامي ثوره ثانيه مثلا بطبيعه الحال حزب العمال يدعو لثوره اليوم على المنظومه الحاليه بطبيعه الحال احنا جديد احنا الكلام هذا قلناه احنا مازلنا نعتبروا عملنا ثوره 2011 ونعتبرها ان الثوره هذه ما حققتش اهدافها وعملنا جبهه شعبيه من اجل تحقيق اهدافها ومازلنا ممنين بها ويلزم ثوره في البلاد باش البلاد معناها تتصلح والبلاد باش تتصلح معناها توا انت حسب رايك كما يقول سي نور الدين الطبوي نمشي نقعد مع رشد الغنوشي ونمشي نقعد مع بير موسى ونقعد مع نبيل القروي ونقعد مع يعني بالنسبه لكم لا جدوى من الحوار الوطني مش نقول لهم اجى نلقاو حل لا جدوى من الحوار بالنسبه لكم في حزب العمال الحوار الوطني اللي اقترحه اتحاد الشغل حتى على فرض على فرض نحن في حاجه الى حوار نحن في حاجه الى حوار داخل القوى احزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات اللي تحب تغير الوضع مش مع قوى اللي تحب تحافظ على الوضع كما هو ما ثم حتى معنى حتى فايده فيه. سؤال اخير جيلان الهمامي وين ممكن تمشي الامور في تقديركم في حزب العمال على ضوء هذه الاحتجاجات؟ انا في تقديري ممكن الامور باش تتطور وباش المنظومه هذه باش تلقى روحها في ورطه حقيقيه في ورطه حقيقيه ونحذر من اي نيه نتاع معناها تصعيد القمع تجاه الشعب التونسي على خاطر باش يصعد القمع وفي نهايه المطاف باش يطيح في راسه.